زين اليوم شو رايك بلبس الفنانين الشباب، فتحه الصدر كل والقميص هذا كل شيء بوقته. كل شيء زين. هذا السؤال طلب جماهيري يعني. إيه؟ شك واحد اقول له راح التقي حميد منصور. نعم شتايم يعني شتايم. اي هذا السؤال شتم على واحد انا؟ لا ابدا ابدا. الكل هتقول لي اساله على شنو روتين شعره، شنو السر؟ والله طبيعي والله طبيعي. انا شعري يعني امزين تعرف كان كلش عادي. فبالكورونا وقع نص تقريبا والله تاثرت بكل الله. والله بعد ما طبت بعد 40 يوم طبعا طبت قام يطلع واحد ده. بس يعني ما شاء الله انه هو تخيل يعني اولادي يشوفوا اخوتي نفس الشيء عائلته كلها شعرهم زين. ترى وراثي هو اكثر شيء زين. يعني مثلا ما تستخدم شيء معين، ما تسوي له شيء معين؟ طنخاوه. تعرف طنخاوه شنو؟ انت ما تعرف طنخاوه؟ لا بس سامع بيه. نجي بالطين وهذا و... صدق تحكي؟ لا يا اخي هاي قبل هنا نسوان امهاتنا طنخاوه يغسلون روسهم يصير ناعم. هي وراثه يعني اعتقد موضوع الشعر موضوع الهاي ما له علاقه. بس اعتيادي نستعمل هسه شامبو. وين قبل شامبو؟ قبل صابون الرقع احسن شيء. هو هنا الحكي. صابون الرقع ممتاز شنو؟ ما زال طبيعي. اكو ناس بعد تستخدم لحد الان استعمل به. زين